ورجعنا لحضراتكم تاني مع فقرة الصحة والرشاقة، واللي طبعا بنعرف من خلالها على أسرار الجسم الصحي. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كورس تخسيس حقق نتائج هايلة جدا خلال الفترة اللي فاتت. ناس كتير بتتكلم عنه وعن إنجازه معاها، علشان كده حبينا نتكلم النهاردة عنه ونعرف ليه نختار كورس الأناسيليوم بالذات عن أي كورس تاني. وده اللي هنعرفه من ضيفتي اللي منوراني النهاردة، دكتور مي عبد اللطيف، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي، منوره. مواضيع سباقك يا دكتور، ربنا يخليك. طبعا النهارده موضوع مهم، يمكن معظم اصدقائنا اللي كانوا بيتابعونا عارفين، ولكن قد يكون البعض ما هواش لسه متابع معانا فعارف احنا بنتكلم عن ايه النهارده. فاحنا بنتكلم عن كورس الاناسيليوم. هو يعني كورس مميز، ناس كتير انا يعني سمعت عنه، شفت كومنتس للناس كتير، تواصلت مع ناس يمكن تكون تعاملت معاه عن قرب، أصدقائنا. فاسمحوا لنا بقى النهاردة مع دكتور مي تبدأ تعرفنا إيه هو كورس الأناسيليوم، ولو هو في زيه كتير يعني موجود إيه اللي بيميزنا، إيه بقى هو تحديدا اللي بيميزه عن غيره أكيد. اللي احنا نبقى رقم واحد في مصر يعني. أكيد. أول حاجة كورس الأناسيليوم عشان نبين أو نوضحه للناس اللي هي مش عارفة، هو مش منتج واحد. هي مجموعة منتجات كورسات مختلفة احنا بنحددها الفريق الطبي في شركة اون تارجت فارما على حسب كل حالة. مريض السكر بنتعامل معاه بنظام غذائي معين والكورس المناسب ليه، عشان طبعا لازم نكون حريصين جدا على نسبة السكر في الدم ما تعلاش، نفضل المستوى الطبيعي، عشان مريض السكر دايما من اقل اكلة بتلاقي السكر عنده عالي. فاحنا حريصين مثلا مع مريض السكر، مريض مثلا الناس اللي بتعاني من الخمول الغدة الدرقية طبعا بيأثر على زيادة الوزن، الحرق عندها هرمونات الحرق التي 3 والتي 4 دول طبعا بيبقوا متوقفين تماما، فبيبقى ليهم النظام الغذائي المخصص ليها هي، الكورس المناسب ليها هي. مريض مثلا اصحاب الامراض المزمنه، ضغط بقى، قلب، اي حاجه، احنا لازم كل حاله ليها الكورس. الاطفال طبعا احنا عندنا حالات اطفال كتير جدا خست معانا الحمد لله بال 13 كيلو وال 20 كيلو وال 30 كيلو، فطبعا احنا حريصين ان احنا منتجاتنا تكون امنه 100% طبيعيه 100%. احنا بقى بنسمي الاناسيليوم، او الناس هي اللي بتسمينا دلوقتي، هي اللي بتيجي تقول لنا ان ده يعتبر البديل الامن والطبيعي لعمليه بالون المعده، بعد ما لقوا النتائج المبهره اللي هي هم اللي بيشوفوها، هم اللي بيجوا يقولوا لنا يا دكتور احنا خسسين يعني كمية دهون كتيرة جدا نزلناها وبشكل صحي، وبالعكس شكلنا بقى أحلى وأصغر، بشرتنا يعني الناس بتكلمنا مثلا في التليفون بعد ما بيوصلوا بقى للتارجت بتاعهم تحسي صوتها كده فرحان، لو مثلا عميلة واحدة بتبقى مبسوطة، واحدة كانت مثلا هتتجوز أو بعد الحمل مثلا، طبعا برضو الولادة زيادة الوزن بتأثر، الجسم بيبقى معبي مية كتير جدا ما بتنزلش بسهولة، فاحنا بنقدر نتعامل مع كل الحالات وكل الفئات العمرية. كويس. ايه بقى اللي بيميزنا عن اي منتج تاني أناسيليوم؟ احنا عندنا السيليوم دوت عباره ايه، خلينا برضو نفهم الناس ونطمنهم ايه هو اصلا عباره عن ايه. عباره عن الياف طبيعيه زيها زي اللي انا باكلها في الخضار، بس طبعا النسبه في الخضار او في الفاكهه بتبقى اقل شويه، فاحنا حطيناها بنسبه تبقى مركزه شويه وطبعا تكون بنسبه امنه والنسبه الصحيه للجسم. كويس. والالياف دايما بتحب الميه، يعني انا كل ما هشربها احطها مثلا هي زي باودر بحطها على نص كوبايه ميه، باخدها قبل الوجبه بنص ساعه او ساعه، بتنزل في المعده بتبقى عامله زي الماده الجيلاتينيه، بتبدا تتمدد وتنفش يعني تشغل مثلا من تلتين لثلاث ارباع حيز المعده، فبيبقى في الاخر اخر ربع موجود عندي هو ده اللي فاضي، ده اللي مسموح ان احنا ناكل بيه اللي احنا عايزينه، بس طبعا في حدود السعرات بتاعتنا وفي حدود كل حاجه صحيه، ما دخلش بقى الزيوت المهدرجه، المقليات، يعني ايه بنحاول نخلي ان جسمنا يبقى صحي وياخد الفيتامينات بتاعته برده من مصدر اكل صحي، واحنا بندعمه طبعا بالاناسيليوم عندنا. غير ان الاناسيليوم فيه نسبه هايله جدا من فيتامين سي. فيتامين سي ده بقى بيعمل ايه؟ ده كل حاجه حلوه ممكن ادخلها جوه جسمي. اول حاجه بيزود المناعه، زي طبعا عندنا كنا في فتره الكورونا كان دايما اول حاجه يقول لك ايه، خد فيتامين سي كل يوم حتى لو انت مش مصاب بالكورونا. ليه؟ لان هي بترفع المناعه بشكل هايل جدا طبعا، ده غير ان هي كمان مسؤوله ان هي لو انا فيتامين سي كان قليل في جسمي هلاقي الحرق عندي برضو قل، فهي من الفيتامينات المهمه مع طبعا فيتامين دي، وما يبقاش عندي انيميا مع شويه كده فيتامينات لازم تبقى موجوده بالمقدار
المناسب عشان ابدا اشغل هرمونات الحرق في الجسم عندي. غير ان طبعا فيها عندي بتحفز الكولاجين اللي هو اللي احنا بنحطه بقى كريمات وبتاع عشان نحافظ على نضاره بشرتنا، برده هو اللي بيحفز عندي الكولاجين في الجسم عشان الاقي بشرتي بقى منوره، نضره خدودي كده ممتلئه كده شكل حلو. فدي من الفيتامينات المهمه جدا اللي احنا كنا حريصين ان هي تبقى موجوده عندنا. ده غير ان في بقى مينرالز، معادن مهمه برده جسمي بيبقى محتاجها، وناس كتير ما بتبقاش فاهمه يعني ايه معادن جسمي محتاجها او ليه اصلا جسمي محتاجها. في مثلا زي اهم حاجه عندي البوتاسيوم والصوديوم، دول بيلعبوا على كذا حاجه في الجسم. اول حاجه لما غير ان هم طبعا الالياف بتحب الميه، فالميه حلوه جدا جدا للجهاز الهضمي بتاعي، هتحسسني بالامتلاء وهتحسن حركه الامعاء عندي، وده اللي بيلعبوا الصوديوم والبوتاسيوم اللي احنا كنا عايزين يبقوا موجودين. لان في ناس كتير لو جت تعمل دايت غلط طبعا بشكل مثلا بقى اي انواع دايت بقى كيميائي او انواع الانظمه الدايت القاسيه، هيجي لها امساك وهتعاني من مشكله في الامعاء، عندها القولون وتلاقي انتفاخ مع انها ما بتبقاش كالت اصلا، بس لان هي جسمها مفتقد البوتاسيوم والصوديوم والالياف برده بالظبط. فالاثنين المعدنين دول هما المسؤولين ان هما بيحسنوا عندي حركه الامعاء، بجنب ان البوتاسيوم مهم جدا ان هو بيحسسني بالشبع وبيزود عندي احساس الشبع بالذات فتره الليل. يعني لو انا خدت الاناسيليوم مثلا بالليل قبل ما انام، هلاقي نفسي ان انا نايمه ومعدتي مليانه وحاسه ان انا مش جعانه. حتى في ناس دايما تصحى من النص اليوم كده او بالليل تلاقيهم جريوا على المطبخ عايزه تاكل حاجه مسكره، عايزه تاكل اي حاجه تحس ان هي برقها ناشف مثلا. فالبوتاسيوم هو ده دوره ان هو يحسسني ان انا شبعانه، حتى لو انا صاحيه بقى مش نايمه، فهحس ان انا شبعانه، وبالعكس حركه الامعاء والجهاز الهضمي عندي اتحسنت للناس اللي بتعاني قولون الامساك. فاحنا عالجنا مشكله مزمنه، الامساك بالذات من المشاكل المزمنه اللي ناس كتير بتعاني منها، ده موجود في الاناسيليوم الالياف والمعادن والفيتامينات. فاحنا حاولنا ببس منتج واحد ان احنا نحاول ان احنا نعالج كذا مشكله، الى جنب ان احنا هنخس طبعا بشكل كبير جدا. ادينا المعده بالامتلاء، ادينا المعده احساس بالشبع. في بقى حاجات تانية مع السيليوم هنبقى نتكلم عنها بقى. طب قولي لنا يا دكتور زي ايه الحاجات التانية اللي تبقى مكملة مع الكورسات اللي بتقدمها؟ في كبسولات، الكبسولات دي برضو فيها عبارة عن أعشاب طبيعية، عشان الناس ممكن تسمع كلمة كبسولات تتخض، يفتكروا ان هي مثلا حاجات كيميكالز بتدخل الجسم عشان بقى تحسسنا بالشبع. لا خالص، هي كلها برضو أعشاب طبيعية. عبارة فيها مثلا مادة اسمها جارسينيا كامبوجيا، دي نبتة طبيعية. بتعمل ايه النبتة ديت؟ احنا واخدينها طبعا بتبقى جوه الكبسولات زي باودر، بتعمل ان هي بتقلل شراهه النشويات والحلويات. الناس اللي بتبقى عندها شراهه اللي هي تبقى ممكن، في ناس يجوا مثلا يقولوا يا دكتور انا ما باكلش، يعني مش مثلا بحب اكل الرز والكلام ده كله، بس بقى سكريات حلويات شوكليت، حوالي مشكلتهم تبقى في حته معينه في السكر معينة. فاحنا النبته ديت بتعالج المشكلتين، شراهه النشويات بقى المكرونه والبانيه والرز والحاجات دي كلها. انا فتحتي نفسي يا دكتور كلنا جوعنا قوي. اسمها جارسينيا ايه؟ كامبوجيا. كامبوجيا دي مش موجوده في مصر اكيد؟ لا هي موجوده عادي، بس دي اعشاب طبيعيه، نبته طبيعيه. احنا بقى بناخد منها الخلاصه بتاعتها، الماده الاكتف، الماده الفعاله بتاعتها، وبنعمل طبعا اعاده تصنيع عليها عشان تبقى تتحط في الكبسولات ديت. وتقدر يعني تحسسني بتتاخد في حاجات معالجه وحاجات تحط في العقاقير والحاجات دي، صح؟ بالظبط. فدي اصلا مش هنلاقيها عند العطار يعني. لا 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 خالص لا. تمام. فدي موجوده في الكبسولات ديت. في برده في الكبسولات حاجات تانية بتعلي الحرق، زي مثلا الكارنتين، دي من المواد الهائله جدا اللي بترفع عندي نسبه الحرق وهرمون الحرق في الجسم. للناس اللي بتبقى عندها مشكله يعني قله الحرق في الجسم، زي مثلا الناس اللي عندها خمول في الغده الدرقيه، طبعا الهرمونات الحرق عندها بتبقى متوقفه تماما، وبيبقوا مستغربين او مش عارفين ايه الحل، او انا ما اكلتش. يعني في ناس يقول يا دكتور انا ما باكلش، وممكن من ريحه الاكل كده اتخن اصلا. التعبير ده احنا بناخده كده مجازا ونضحك ونهزر، لا بس هو فعلا حقيقي. ممكن حد ياكل معلقه مثلا بسيطه جدا رز او اي حاجه، ويبقى رز مسلوق برده وتلاقيها تخنت. ده ليه؟ لان هي عندها هرمونات الحرق متوقفه، فيعني لو كلت حتى حاجه صحيه الحرق مش شغال. فالجسم بياخد الاكل دوت وبيخزنه على شكل دهون. فالكارنتين ده بيعلي عندي هرمونات الحرق، بيخلي يعني زي كانه ايه، بيفوق الجسم تاني كده. اللي هو يلا صحصح معايا كده وابدا ايه، احرق تاني الاكل اللي بيدخل لنا عشان نقدر نخس بطريقه صحيه. فيها برده الجريب فروت، الجريب فروت طبعا اكيد بيحسس بالشبع. ما تستصغوش تاكله،
هي في ناس مش مع اني هو طعمه حلو، بس احنا برضو يعني انا مهما كلت مثلا، في ناس يقول لك كلي مثلا برتقال او ليمون عشان ايه فيتامين سي ونرفع المناعه، بس انا ليا نسبه معينه مهما زي اكل ابدا. احنا بندعم بالزبط بالحاجات الطبيعيه، لكن أكيد مش هي النسبه اللي احنا محتاجينها، الجسم محتاجها. فاحنا طبعا بناخد كل ده انتاج خارجي بقى. بالظبط طبعا. مع كمان برضو الفيتامينات اللي بتتاخد من بره، ما انا ممكن اقول خلاص انا هاخد فيتامين سي، بس لا انا مهما كلت يعني ممكن اخد كام كيلو برتقال ولسه برتقال يا دوب يوازي مثلا وجسمي بيبقى لسه محتاج فيتامين سي اصلا. أيوة. فدي من الحاجات برضو اللي بتبقى موجوده. الجريب فروت طبعا بيزود احساس الشبع عندي، وبيزود بيحسسني بالامتلاء، بيرفع عندي هرمونات الحرق. طبعا فيتامين سي نضاره زياده للبشره. دي الكبسولات مثلا، ودي برضو طبعا امنه لكل الناس لاصحاب مرض الضغط، لان في ادويه دايت كتيره جدا ما تنفعش لمرضى الضغط ولا السكر، ولا مثلا لو واحده حد حامل او واحده بترضع، لان طبعا بنكون حريصين جدا مع بالذات فئه الحوامل والسيدات في فتره الرضاعه واصحاب الامراض المزمنه. لكن انا سيليا امن بالنسبه لهم، امن كلمينا عنهم. طيب اكيد طبعا يقدروا ياخدوا، لان دي زي ما قلت حك الياف فيتامينات معادن، كلها حاجات جسمي محتاجها. الى جنب ان احنا بنحل مشاكل صحيه، فاحنا قدرنا ان احنا نعمل زي موازنه بين معادله صعبه. ان احنا ندي الجسم الاحتياج بتاعه، وكمان في نفس الوقت هيخس وهنشغل بقى هرمونات الحرق وهنحس بالشبع. وكمان في مثلا برضو فيتامين سي من الفيتامينز المهمه جدا، ان الناس اللي بتكتئب اول ما بتبدا تعمل دايت، الفيتامين سي دوت بيمنع الاكتئاب، بيعلي عندي هرمون السعاده اللي هو هرمون السيروتونين. فبتلاقي ان انت بادئه بقى تعملي دايت وبتبقي مبسوطه، مزاجك رايق كده ومش متضايقه، وما بيبقاش بنطلع بقى من فتره الاكتئاب، لان في حالات كتير بتجيلنا يعني بتبقى مكتئبه اكتئاب شديد جدا، او هي بتعيش نفسها في الجو ده، او في ناس بتبقى فعلا لما تلاقي نفسها عملت دايت وفعلا زي مثلا اصحاب خمول الغده الدرقيه، مهما تعمل دايت هي مش هتخس، لان الهرمون هي كل بقى ما هي بتفكر طول ما هو الموضوع ثابت. طبعا بالعكس هتبقى في بقى شراهه اكتر، وفي ناس يعني بتطلع غلها او زعلها في الاكل، فتلاقي نفسها تخنت الضعف. ففيتامين سي ده من الحاجات المهمه جدا اللي زي ما قلنا ما اصبحش بس للمناعه، ده اصبح كمان للبشره والحرق اكيد طبعا. وكمان بيشغل هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعاده والمزاج، فبيبقى مزاجنا رايق، ما بنبقاش عاملين دايت. الفيتامين سي بيشغل هرمون السعاده غير الشوكولاته. في حاجه اكلات يعني في كده. هو اصلا هرمون السعاده ده انا باكل باخد اكلات من بره فيها ماده او حمض اميني اسمه التريبتوفان. فاي اكله او اي فاكهه فيها تريبتوفان اول ما اكلها هتشتغل في جسمها، هيحصل عليها شويه انزيمات كده عشان تتحول لهرمون السعاده. زي الدارك شوكليت، الديك الرومي، الديك الرومي غني جدا بالتريبتوفان. عشان كده دايما بنربط الديك الرومي في الافراح، الخطوبه، المناسبات. بالظبط نبقى مبسوطين، ده ماما عامله ديك رومي النهارده عشان بيحسسنا بالسعاده. عندنا الشوفان، الموز غني جدا بالتريبتوفان والبوتاسيوم كمان اكيد. طبعا البوتاسيوم هو مفيد قوي، حتى القشر بتاعه مفيد يا دكتور للبشره في كل في ناس بتحطه زي عشان الخطوط اللي هي بتطلع جنب العين. ايوه بالظبط صح. فالموز، البيض، عندي المكسرات بالذات عين الجمل، كل الحاجات دي فيها تريبتوفان. اللوز طبعا هايل. كل دي حاجات فيها تريبتوفان، فاول ما باخدها بتتحول لسيروتونين، فده بقى الهرمون بتاع السعاده، فتلاقي نفسي كده مزاجي رايق. حتى برضو المكسرات احنا لما بناكلها مثلا كسناكس تسالي، مثلا متجمعين صحاب عيله سهره يلا نجيب شويه مكسرات، فده بيزود عندنا احساس السعاده. طب قبل بقى ما نوصل للاحساس الجميل ده، قول لنا طرق التواصل مع شركه اون تارجت فارما الاول. عن طريق الارقام الظاهره على الشاشه، واتساب ومكالمات، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك، والاوفيشال بيج اون تارجت فارما على الانستجرام. هايل جدا. طيب السؤال بقى المهم، انا عارفه ان انتوا يعني بتوفروا المتابعه اللازمه للبيشنتس او للناس اللي هي حابه تتابع مع الكورس. خلينا نقول سؤال اتسال، هل ينفع استخدم الكورس لوحدي من غير ما اتابع مع الشركه؟ برضو السؤال ده مهم. اوكي مهم جدا. ما ينفعش، هو مش ان احنا بنضايق الناس، بالعكس احنا عايزين نساعدهم، هدفنا ان انت على فكره يا جماعه المتابعه دي مجانيه من قبل شركه اون تارجت فارما، فما مش ملهاش مقابل، وعن طريق الواتساب بس، حاجات بسيطه يعني. لكن قول لنا وجهه النظر ده. بالظبط، احنا لان كل حاله زي ما قلت حكي اصحاب الامراض المزمنه، غير مثلا لو بنت لسه مثلا عادي صغيره فهرمونات الحرق عندها تمام، فاحنا
واحدة مثلا لسه والده مثلا بالظبط، اطفال يعني في اطفال مريضة قلب مريضة سكر بالظبط، فكل حاله ليها الكورس المخصص ليها احنا الدكتور اللي بيتابع معاها اكيد طبعا. فاحنا بناخد الميديكال هيستوري، التاريخ بتاعها، هل في امراض، هل بتاخد لا قدر يعني ادويه تعالج مثلا زي ضغط السكر، لازم نكون حريصين ويبقى عارفين يعني تقصد يا دكتور لوحدها من غير النظام ده مش هينجح الكورس معاها. ما ينفعش ان هي تاخد، اصل هي مثلا هتكلمنا هتقولي مثلا انا عايزه الكورس، احنا عندنا انواع كورسات كتيره جدا، هنفترض ان هي اصرت واخدت كورس سي، هي مش هتوصل للنتيجه دي صح؟ هي هي المرجوه اللي انتوا اصلا يعني انتوا كمان يعني اصل النجاح مشترك اكيد، ان هي طبعا توصل للي هي عاوزاه، وان في نفس الوقت كشركه انتوا بتحققوا الهدف اكيد. احنا كمان لازم اهم حاجه الجرعات، يعني ممكن في ناس بتكلمنا يا دكتور احنا رايحين عزومه دلوقتي او فرح فعايزين ناكل فنعمل ايه؟ انا مش هقول لها لا ما تروحيش، لا كل اللي انت عايزاه مهما كان الاكل مثلا، بس مثلا ممكن ازود لها الجرعه، ممكن اقول لها خدي كيسين انسيليم حطي اكليها قبل الوجبه عشان تاكل اللي هي عايزاه، بس هنضاعف احساس الشبع. مثلا في نشويات كتير مثلا لا هنديها بقى الكبسولات بدل كبسوله مثلا خدي اتنين او لا، احنا اللي بنحاول عشان طبعا صحتها الكم هو ايه واللي يناسب صحتها ووزنها وجسمها ايه. بس يعني اي دواء اصلا سواء دواء ضغط او ما ينفعش ان انا اخده من نفسي، من نفسي يعني طبعا لازم استشاره المختص. فهو ده دورنا احنا، ان احنا بنعمل لها النظام الغذائي بتاعها، الكورس المناسب ليها للحاله بتاعتها، عشان يعني لازم صحتها، احنا لازم بنهتم بالصحه الاول، لان طول ما صحتنا من جوه كويسه ده هينعكس علينا من بره في شكلنا في طريقتنا في شكل الجسم بتاعي، فاحنا لازم نهتم بالصحه، نهتم بكميه الدهون اللي احنا هنخسها، برده احنا لينا يعني وزن معين او دهون معينه تنزل، ما ينفعش اخس في خلال فتره معينه بالظبط، ما ينفعش اصدم الجسم كده مره واحده اخس كل الدهون دي، هيبقى شكلي وحش هبقى تعبانه، فلازم بنخس كده بالراحه وفي وقت قياسي برده، ما بنقعدش يعني فترات كبيره لا خالص، فلازم تحت اشراف طبي عشان احنا اللي بنتابع مع الحاله عشان هي توصل اللي هي عايزاه الشكل المناسب وصحتها، واحنا كمان اكيد بنبقى مبسوطين جدا جدا بالفيدباك اللي هم بيبعتوها لنا، والبيفور اند افتر دي يعني من يعني هو ده النجاح بتاعنا يعني. طيب يا دكتور طبعا احنا برضو هننزل تاني لحضراتكم عشان اصدقائنا اللي قالوا، هنزل طرق التواصل مره تانية مع دكتور ماي، وطبعا لو لحضراتكم اي اسئله حابين تسالوا عنها ابعتوا لنا سواء من خلال صفحتي الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي او من خلال صفحه شركه اون تارجت فارما، وهنجاوب عليها برضو في الفقرات مع بعض. ناخد اول حاجه في الصفحات معانا يا دكتور ماي. اون تارجت فارما على الفيسبوك والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ، والأوفيشال بيج بتاعتنا On Target Pharma على الانستجرام، وطبعا الأرقام اللي على طول ظاهرة على الشاشة مكالمات أو واتساب هيلاقونا، التواصل اللي هيبقى هو منتهى السهولة مع حضراتكم من خلال الواتساب كمان يعني أسرع صح؟ وطريقة مناسبة للجميع الحمد لله. وطبعا اسمحوا لي طبعا يعني أشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهاردة دكتور مي عبد اللطيف، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لدى شركة On Target Pharma. نورتيني وشرفتيني يا دكتور مي، وطبعا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لحسن المتابعة وللاهتمام، وتحية وحب وتقدير لحضراتكم كل من يشاهدنا من خلال شاشة قناة الأهلي، وأشوف حضراتكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.